الصناعة يتعادل مع نفط البصرة بهدف لكل فريق، وكورة يتابع تصريحات اللاعبين. النقطة أفضل من لا شيء، صحيح المباراة ملعبنا لكنه نقابل فريق محترم، فريق جيد. نفط البصرة من الفرق اللي تضم كادر تدريبي جيد ولاعبين جيدين. بدينا المباراة بشكل صحيح، الدقيقة 5 سجلنا هدف، ظلينا يعني استمر زخمنا الهجوم طولة الشوط الأول، لكنه من خطأ اجى علينا الهدف من كرة ثابتة، والأخطاء بكرة القدم واردة. أشوف أنه بالشوط الثاني أيضا كنا ضاغطين، كانت المباراة سجال. الحمد لله يعني راضين بالتعادل، خصوصا أنه بالأجواء اللي شفناها بالملعب يعني 4:30 الجو كلش يعني حار، يعني ما قدرنا مثلا الشوط الثاني يلا شوي استعدل، يعني نتمنى أنه مباراة يعني شوي تعدل الوقت، يعني شوي نتمنى يعني طبعا الحمد لله والشكر هذا حال كرة القدم، فوز وتعادل خسارة، كنا نتمنى نفوز حتى نبتعد على مراكز الهبوط. تعرف استاذ احمد الان المنافسه اصبحت صعبه بمراكز الهبوط.